هاي سجا. هاي خالد. واهلا وسهلا فيكم بالفود ريس تشالنج. نعم. اليوم مهمتكم انكم تبرموا حوالي تراك وتجمعوا لي كل مكونات البرجر. لكل مكون بتردوا لي اياه رح اعطيكم نقطه. نقطه للخبزة البرجر، نقطه للحمه والجبنه، نقطه للملفوف، نقطه للبصل، نقطه للبيض، ونقطه للبندوره والكبيس. اول شخص يجيني مجمعهم كلهم بيطلع له 5 نقط، وباخر التشالنج رح اعمل لكم برجر، واللي اسرع واحد بيخلص البرجر رح اعطيه 10 نقط. مستعدين؟ مستعدين. مستعدين. اسمي برامز شويتي، بس اللي العالم بيعرفوني اكثر بدادي فودي. ليش دادي فودي؟ لانه انا اب وبحب الطبخ. بس اللي ما بتعرفوا عني انه في شغلتين بالحياه بحبهم كثير، سباق السيارات والبرجرز. فمشان هيك نقيت هيدي التشالنج انا اليوم. هلا اللي ما بيعرفوا المشتركين انه مش الغراض اللي هيجيبوا لي اياهم اللي استعملهم للطبخ، لانه اكيد ما رح يوصلوا بوضع اكل. سجا مثل ما انكم شايفين جابي مجموعة كاملة من البيض، رح يطلع لها نقطة. بس خالد وقع بيضة على الطريق. اللحمة صارت خالصة. Hey!
فإذا البرجر تبعيت خالد بتتضمن الخبزة، اللحمة، الجبنة، الملفوف، البندورة والكبيس. أما سجا البرجر تبعيتها بتتكون من الخبزة، اللحمة، الجبنة، البصل، البيض. يعطيكم العافية جايز، وحمد لله على السلامة. حضرتكم شو عم بيصير كان هون برا، والمسابقة كانت قوية ما تفوز. سجا في البصل نسيتي، البندورة والكبيس وملفوفة كاملة. يعني أنت عدد نقاطك هلأ قديش؟ ثلاثة. صح. وخالد في بيضة وقعت منك أنت وعم تعطيني العلبة والبصل، فأنت عندك هلأ 4 نقاط. بس هو وصل أول صح؟ فلأنه وصل أول بيطلع له مجموعة الخمس نقاط، يعني أنت هلأ عندك 9 نقاط وسجا 3 نقاط. بس ما خسرتي بعد سجا، بعد فيك تربح المسابقة أنت إذا خلصت البرجر قبل خالد. أوكي ready go. وخبيت تاكل بسرعة. It's good huh. يلا guys ما نربح. يلا خالد قصت البرجر بالنص لحتى تقدر تكلها أسرع. خلاص بتفوزي. خلاص بشويش نجيب شيء بشويش رح يخلص خالد هون. Well done سجا، تربحت 10 نقاط وربحت الكومبيتيشن.